الاول كنا في صنع مراكب صغيره، البحر دلوقتي بياخد مراكب كبيره، بنصنع مراكب كبيره. نوعين، نوع حديد ونوع خشب. المراكب الحديد بنجيب الحديد بتاعها من دسوق من عند التجار او من القاهره من السبتيه او من كفر الشيخ، وطبعا بنشغل عماله، وعماله كبيره مش عماله صغيره. في مركب 20 متر، مركب 25 متر، مركب ده الوراكي ده 23 متر، 15 متر، بس اغلب المراكب عندنا هنا في البرولز 17 16 متر. في مراكب بتطلع، في مراكب الكبيره بتسافر في البحر لانها بتروح تشتغل تصطاد في وسط البحر على اخر المياه الاقليميه، ممكن يعد. وفي مراكب ما تروحش، وفي البحر يكون عالي ما يعديش لا ده ولا ده، والبحر واطي ممكن اي مركب يعد. المركب الحديد من جوه عباره مقسمه على ثلاث اجزاء. الجزء الاوسط ثلاجه حضرتك لحفظ السمك، المؤخره المكنه الديزل وعمود الدفه والرفاص. الجزء الامامي حاجه اسمها بيسموه اسمه البرطوس، عباره عن حجره للرجاله، فيه حوالي 6 سراير، وفي مخزن تحت الفرشه تحت بيحطوا فيه الاحبال والهلب والكلام ده. ده بالنسبه لداخل المركب. بالنسبه لوش المركب من اعلى بيتعمل لحضرتك حاجه اسمها البريتش. البريتش ده عباره عن اوض للصيادين، ومطبخ، وحمام، ومخزن. كل مرحله من المركب، وهو المركب فيها حوالي 10 مراحل، وكل مرحله تحتاج 10 انفار. التصدير كنا بنصدره مراكب 2004 و2006 ومن قبلها كمان، طبعا كنا بنرد ليبيا والسودان وبنرد السعوديه مراكب ودينا. طبعا بعد 2006 ما فيش دلوقتي، هذا واحد سعودي بيجي مثلا يعود مركب، بيعمل له مركب باخد من هنا صيادونه من هنا وبيطلعوا عطيه البحر، وطبعا قانونا يعني مش شغل تهريب ولا حاجه، لا قانونا بيخلص ورقه كله من التفتيش البحري والجمارك، وبيسافر الطاقم بتاعه اللي هم 8 انفار صيادين بيطلعوا من هنا. اليخت دي زي فندق، اكنك يعني ساكنه في فندق اللي هو اليخت ده. طبعا هو مش للصيد، للنزهه للفسحه فقط لا غير. طبعا حجر نوم، في بار، في كل حاجه، زي بقول اي حاجه اكنك قاعده في ايه، في فندق. يعدي 2 مليون جنيه دي عشان تشرب من جوه كمان، تشرب عالي، فندق يعني فندق 5 نجوم كمان.